حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافه عثمان رضي الله عنه وكثر امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك